الرئيس السيسي يؤكد لماكرون أهمية التوصل لاتفاق قانوني شامل وملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة. نجاح عمليات تعديل وضع سفينة الحاويات البنامية الجائحة في قناة السويس. إصابات كورونا العالمية تتجاوز 126 مليوناً و770 ألف والوفيات تقترب من 3 ملايين. السابعة صباحاً، الخامسة بتوقيت جرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من القاهرة، أهلاً بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، وكذلك الحرص على استمرار الدفع قدماً بأطر التعاون الثنائي في شتى الأصعدة. جاء ذلك خلال اتصال تلقاه الرئيس السيسي من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الرئيسين تبادلا الرؤى ووجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية، حيث أكد الرئيس السيسي ضرورة إخلاء ليبيا من المرتزقة وتقويض التدخلات الأجنبية غير المشروعة في الشأن الليبي والتي تساهم في تأجيج الأزمة، وذلك للمساعدة على الوصول إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي في ديسمبر المقبل. كما توافق الرئيسان بشأن أهمية تكثيف الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل الإفريقي. كما شهد الاتصال تبادل الرؤى بشأن تطورات الموقف الحالي لقضية سد النهضة، حيث أكد الرئيس السيسي إيلاء مصر هذا الموضوع أقصى درجات الاهتمام في إطار الدفاع عن حقوق مصر التاريخية في مياه النيل، وذلك من خلال التوصل لاتفاق قانوني شامل وملزم بين الدول الثلاث بشأن قواعد ملء وتشغيل السد. من جانبه أكد الرئيس الفرنسي اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من روابط ممتدة وعلاقات وثيقة والحرص على تعزيز تلك الروابط. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان. وحسب ما أكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، فقد أعرب البرهان للرئيس السيسي عن خالص التعازي والمواساة في ضحايا حادث قطاري سوهاج، مؤكدا تضامن السودان حكومة وشعبا مع مصر. من جانبه عبر الرئيس السيسي عن تقديره للفريق البرهان لحرصه على تقديم التعازي في ضحايا الحادث، مؤكدا خصوصية وقوة العلاقات التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالبدء الفوري في تنفيذ مشروع الدلتا الجديدة مع دمج مراحل التنفيذ في مرحلة واحدة وضغط الجدول الزمني، وذلك لتعزيز استراتيجية الدولة في مجال تكوين وإنشاء مجتمعات زراعية وعمرانية جديدة تتسم بنظم إدارية حديثة وتضم مجمعات صناعية تقوم على الإنتاج الزراعي وتوفر الآلاف من فرص العمل الجديدة. جاء توجيه الرئيس خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزير الزراعة وعدد من المسؤولين لاستعراض المشروع القومي الدلتا الجديدة بمساحة 1,000,000 فدان. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ولواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، ولواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، ولواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض المشروع القومي الدلتا الجديدة بمساحة 1,000,000 فدان، وقد اطلع السيد الرئيس على كافة التفاصيل ذات الصلة بالدراسات التي أجريت من قبل الفرق البحثية بالجهات المختصة من وزارة الزراعة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية والجهات الأكاديمية على مساحة الأراضي بالساحل الشمالي الغربي عند منطقة محور الضبعة، والتي أثبتت جاهزية تلك الأراضي للاستصلاح الزراعي، وذلك في إطار المشروع القومي العملاق الدلتا الجديدة بمساحة 1,000,000 فدان زراعي، والذي يضم في نطاقه مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي. وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بالبدء الفوري في تنفيذ مشروع الدلتا الجديدة مع دمج مراحل التنفيذ في مرحلة واحدة وضغط الجدول الزمني، وذلك لتعزيز استراتيجية الدولة في مجال تكوين وإنشاء مجتمعات زراعية وعمرانية جديدة
تتسم بنظم إدارية حديثة وتضم مجمعات صناعية تقوم على الإنتاج الزراعي وتوفر الآلاف من فرص العمل الجديدة. وفي ذات السياق تم استعراض مخططات البنية التحتية والتجهيزات التي ستشرف على تنفيذها الهيئة الهندسية، بما فيها الطرق والخدمات ومحطات الصرف وإمدادات الكهرباء والمسارات المائية لنقل مياه الري. أضاف المتحدث الرسمي أن السيد وزير الزراعة عرض كذلك رؤية الوزارة للسبل الكفيلة لحماية الأمن الغذائي ودعم القطاع الزراعي، والتي ترتكز بالأساس على مبدأ الأمن الغذائي النسبي وإنتاج المواد الغذائية محلياً، وذلك توفيراً لتكلفة استيرادها من الخارج. وكذلك استعرض الرؤية المستقبلية للمحاصيل والسلع الزراعية التي تنتجها الدولة، فضلاً عن جهود الوزارة في تقليل الفجوات الغذائية وكذلك برنامج الوزارة الخاص بالزراعات التعاقدية. كما عرض السيد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية جهود التنسيق مع وزارة الزراعة لدعم خطط التنمية الزراعية بمختلف جوانبها في مصر وتعزيز مشروعات الأمن الغذائي والإنتاج الحيواني. نقل مراسل إكسترا نيوز عن مصادر ملاحية نجاح تعديل وضعية السفينة البنامية الجانحة في قناة السويس. كان الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس قد أعلن مشاركة 10 قاطرات عملاقة تقوم بالعمل من 4 اتجاهات مختلفة. وأوضح رئيس الهيئة أن توزيع القاطرات خلال مناورات الشد يشمل شد المقدمة للسفينة في اتجاه الشمال بواسطة كل من القاطرة بركة 1 والقاطرة عزة عادل، فيما تقوم 4 قاطرات بدفع مؤخرة السفينة جنوبا، وهم القاطرتان الجديدتان عبد الحميد يوسف ومصطفى محمود والقاطرتان بورسعيد 1 وبورسعيد 2، كما تعمل قاطرتان على شد مؤخرة السفينة جنوبا وفي مقدمتهم القاطرة الهولندية والقاطرة مارديف، وتتشارك القاطرتان تحيا مصر 1 وتحيا مصر 2 في دفع مقدم السفينة ناحية الشمال. ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة والآثار بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، وتابعت اللجنة الوزارية الترتيبات النهائية لحدث موكب نقل المومياوات الملكية والمقرر يوم 3 أبريل، حيث تم تأكيد حضور عدد من كبار الشخصيات الدولية ونقل الحدث عبر 400 قناة تلفزيونية. وخلال الاجتماع وافقت اللجنة الوزارية للسياحة والآثار على استمرار العمل بعدد من التيسيرات السابقة لدعم قطاع السياحة حتى 31 أكتوبر 2021، تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء. أصدر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قرارا بتشكيل لجنة فنية تختص بمعاينة المباني والمحلات والورش والمصانع بمنطقة عمر بن الخطاب والشوارع الجانبية لها وشارع جمال عبد الناصر بمنطقة جسر السويس، والتأكد من السلامة الإنشائية للعمارات والمباني الكائنة بها وحالتها وتحديد مدى سلامتها. تعد اللجنة الفنية تقريرا مفصلا بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها خلال شهر من تاريخه، ويتم عرضه على رئيس مجلس الوزراء تمهيدا لاتخاذ ما يلزم بشأنه.
أعلنت وزارة الصحة والسكان عن خروج 533 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 153175 حالة حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة أنه تم تسجيل 686 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، لافتا إلى وفاة 37 حالة جديدة. وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد هو 200,050 حالة، من ضمنهم 11,882 حالة وفاة. بحثت وزيرة الصحة هالة زايد في اتصال هاتفي مع السفير الصيني لدى مصر لياو لي تشينغ سبل التعاون بين مصر والصين للبدء في تصنيع لقاحات فيروس كورونا وإرسال شحنات جديدة من اللقاح إلى مصر، وذلك بعد استقبال 600,000 جرعة من اللقاح خلال الأسابيع الماضية. وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد أن الاتصال تناول استعداد دولة الصين لإرسال شحنة جديدة من لقاحات فيروس كورونا كهدية خلال الأيام القليلة القادمة. وأضاف أنه سيتم إرسال وفد من الخبراء الصينيين لمصر لمعاينة خطوط إنتاج الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا بعد إشادة منظمة الصحة العالمية بجاهزيتها، تمهيدا لتوقيع اتفاقية مع شركة سينوفاك الصينية لتصنيع لقاحات فيروس كورونا في مصر. نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا تضمن إنفوغرافت تسلط الضوء على جهود الدولة في توفير لقاح كورونا للمواطنين والمقيمين، وذلك في إطار الخطة الشاملة لمواجهة الفيروس. وكشف التقرير عن أنه تم التعاقد على 100 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا، حيث تم الاتفاق على توريد 40 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا من منظمة جافي، وبصدد استلام 8,600,000 جرعة منها، بالإضافة إلى الاتفاق على توفير 20 مليون جرعة من شركة روسية، فضلا عن توفير 50,000 جرعة أخرى من المعهد الهندي. وأضاف التقرير أنه بالنسبة للقاح سينوفارم فقد سلمت مصر 50,000 جرعة من الإمارات في ديسمبر 2020، في حين حصلت على 300,000 جرعة من الصين كهدية للشعب المصري في فبراير 2021، كما حصلت أيضا على 300,000 جرعة أخرى من الصين في مارس 2021. وأشار التقرير أيضا إلى أنه جار العمل على توفير لقاح سبوتنيك في الروسي. هذا قد كشف التقرير أن مصر ستكون أول دولة في الشرق الأوسط تتوصل إلى لقاح مضاد لفيروس كورونا بسواعد مصرية 100%. أظهر إحصاء لرويترز أن ما يزيد على 126 مليون و770 ألف شخص أصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم. وبحسب الإحصاء فقد وصل إجمالي عدد الوفيات الناتج عن الفيروس إلى أكثر من 2,904,000
وأشار رويترز إلى أنه تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019. قررت الحكومة الأردنية تمديد حظر التجوال الليلي إلى منتصف شهر مايو المقبل بعد تسجيل أرقام قياسية لأعداد الإصابات بفيروس كورونا. وقال المتحدث باسم الحكومة صخر دودن إن رئيس الوزراء بشر الخصاونة قرر تمديد حظر التجوال طوال أيام الجمعة وحظر تجوال ليلي وإغلاق عدد من القطاعات. أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة قرارا يقضي بتمديد العمل بأحكام البلاغين 26 و 27 الصادرين استنادا إلى أحكام أمر الدفاع رقم 19 لسنة 2020. هذين البلاغين كما تذكرون كانا يتعلقان أولا بساعات الحظر الليلي وبحظر التجول الشامل يوم الجمعة وبالقطاعات المغلقة التي كانت مفروض أن تكون مغلقة لغاية 31/3 من هذا العام، فقد تقرر تمديد كل هذه الإجراءات إلى 15/5/2020. فبموجب قرار التمديد سيستمر العمل بالإجراءات المطبقة حاليا، بمعنى أنه يستمر ساعات الحظر الليلي من الساعة 7 مساء للأفراد ومن الساعة 6 مساء للمنشآت إلى الساعة 6 صباحا. طبعا يستمر هذا الأمر لمنتصف شهر أيار ل15/5، ويستمر كذلك العمل بقرار حظر التجول الشامل ليوم الجمعة كما هو مطبق حاليا وأيضا لمنتصف شهر أيار المقبل 15/5/2021. كما يستمر العمل بقرار إغلاق المنشآت التي تقرر إغلاقها سابقا والتي تم تحديدها في البلاغ رقم 27 الصادر استنادا إلى أحكام أمر الدفاع رقم 19 عام 2020 حتى تاريخ 15 أيار 2021. ضغطت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على مسؤولي الولايات الألمانية لتكثيف الجهود للحد من وتيرة الإصابات المتزايدة بفيروس كورونا، وأثارت إمكانية فرض حظر التجوال في محاولة للسيطرة على موجة ثالثة. وقالت ميركل في لقاء تلفزيوني إنه إذا لم تبدأ الولايات في تنفيذ الإجراءات بالجدية المناسبة في المستقبل القريب فستعين عليها التفكير في الخطوات التي يمكن اتخاذها على مستوى البلاد. وأضافت أنها غير مقتنعة بأن الإجراءات التي جرى اتخاذها حتى الآن كافية لكسر الموجة الثالثة من الوباء. قالت وزارة الصحة بالبرازيل إنها سجلت 1656 وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا في الساعات ال24 الماضية، فيما انخفضت الإصابات اليومية إلى حد تجاوز 44,000، وبذلك ترتفع الإصابات إجمالا في البرازيل إلى أكثر من 12,500,000 والوفيات إلى 312,206 أشخاص. اقترح رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو صيغة النفط مقابل اللقاح لتمكين نظامه الخاضع لعقوبات دولية تطال خصوصا قطاع النفط من شراء لقاحات مضادة لفيروس كورونا في وقت تحارب فيه البلاد موجتها الوبائية الثانية. قال مادورو في تصريح غير عبر التلفزيون الرسمي إن فنزويلا لديها ناقلات نفط ولديها عملاء مستعدون لشراء النفط، وستخصص جزءا من إنتاج الحصول على اللقاحات التي تحتاج إليها. أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عددا من الاتصالات الهاتفية مع قادة المنطقة من بينهم أمير الكويت وملك البحرين ورئيس المجلس السيادي السوداني ورئيس الوزراء العراقي. تناولت المباحثات الهاتفية بحث مبادرة الشرق الأوسط الأخضر والتي أعلن عنها ولي العهد السعودي، والتي تهدف بالشراكة مع دول المنطقة لزراعة 50 مليار شجرة
كأكبر برنامج إعادة تشغيل في العالم، وإلى تعزيز كفاءة إنتاج النفط وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة، إضافة إلى جهود متعددة للحفاظ على البيئة البحرية والساحلية وزيادة نسبة المحيطات الطبيعية. كما جرى استعراض أهمية المبادرة في مواجهة التحديات البيئية في المنطقة والعالم ودورها في تحسين جودة الحياة والصحة العامة. وقد أثنى أمير الكويت بالجهود المبذولة من ولي العهد السعودي وتقديره للمبادرة واستعداد الكويت للعمل مع المملكة بما يحقق أهداف تلك المبادرة. العودة لبيان هيئة قناة السويس، حيث نقل مراسل إكسترا نيوز عن مصادر ملاحية نجاح تعديل وضعية السفينة البنامية الجانحة في قناة السويس بعد استجابتها لمناورات التعويم الأخيرة. كان الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أعلن مشاركة 10 قطارات عملاقة تقوم بالعمل من 4 اتجاهات مختلفة. وأوضح رئيس الهيئة أن توزيع القطارات أو القاطرات خلال مناورات الشد يشمل شد مقدمة السفينة في اتجاه الشمال بواسطة كل من القاطرة بركة واحد والقاطرة عزة عادل، فيما تقوم 4 قاطرات بدفع مؤخرة السفينة جنوبا، وهم القاطرتان الجديدتان عبد الحميد يوسف ومصطفى محمود والقاطرتان بورسعيد واحد وبورسعيد اثنين. كما تعمل قاطرتان على شد مؤخر السفينة جنوبا في مقدمتهم القاطرة الهولندية والقاطرة مارديف، وتشارك القاطرتان تحيا مصر واحد وتحيا مصر اثنين في دفع مقدمة السفينة ناحية الشمال. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور محمد البهواشي الخبير الاقتصادي. دكتور محمد، أهلا ومرحبا بك على إكسترا نيوز. يا أهلا وسهلا بحضرتك فندم. يعني مع هذه الأخبار المبشرة ومحاولات يعني هيئة قناة السويس لإبحار هذه السفينة البنامية الجانحة، وأهمية ذلك اقتصاديا على المستوى الدولي بشكل عام في فكرة سرعة يعني تسيير هذه السفينة مرة أخرى. بداية بس أحب أنقل التهنئة للشعب المصري كله. أنا بكلم حضرتك من السويس، ويعني عاوز أقول لك إن تقريبا السويس ما نامتش طول الليل وصاحيين على فرحة، يعني ما بعدها فرحة. يعني بالنسبة للسويسة قناة السويس حاجة مهمة جدا، يعني مش يمكن الكلام لا يسعنا إن احنا نقول. اللي نرجع لحضرتك، يمكن أوروبا ضربت النافعة، الأزمة اللي حصلت دي أظهرت للعالم كله مدى الأهمية اللي بتشملها قناة السويس في الوقت الحالي. يعني هي طول عمرها مهمة في الوقت الحالي مع الزخم التجاري العالمي، اللي احنا بنقول مثلا للحجم التجارة اللي بتعدي من قناة السويس من 7-10%، الكمية القلق اللي يعني شملته التجارة العالمية والأزي تقريبا احنا في حالة صدمة يعني تجارية بالنسبة للعالم كله. لما اشوف النهاردة كمية التكدس اللي في خليج السويس او في بورسعيد اللي تخطى يعني ما يقرب من 400 سفينه منتظره حل الازمه ديت، تدينا مؤشر كبير جدا
للاهميه القصوى لقناه السويس. نعم. طبعا كان في الفترات الماضيه فكره ان سكه حديد من ميناء العقبه لميناء ايلات. اعتقد ان هذه الازمه اللي مرت بيها اصابت كل الافكار ديت بالشلل او بدا عدم جدواها، لان مركب واحده تقريبا يعني بحمولتها اللي هي كانت موجوده اللي تتخطى 18,000 حاويه، يعني بلد ماشيه على الميه، بلد كامله. اللي حجم التجاره اللي بتمر على يعني ايرادات السويس، ايرادات قناه السويس اللي السنه اللي فاتت اللي محققه 5 مليار و600 مليون جنيه، 5 مليار و600 مليون دولار، في ظل حاله التباطؤ اللي موجود على العالم كله، وفي ظل يعني قناه السويس كانت عامله مزايا تحفيزيه بتخفيضات لجذب التجاره العالميه. نعم. ده كله بيدينا مؤشرات مدى الاهميه القصوى لقناة السويس اللي احنا يعني فرحتنا كبيرة قوي النهارده. واهمية يا دكتور، اهمية ايضا تنمية محور قناة السويس ووضع رصيف لقناة السويس للقدرة على يعني تجريش كما يقال او جراشات بشكل كبير، هنا ظهرت الاهمية مع اكتمال هذا المشروع مستقبلا ان شاء الله. هو حضرتك الطفرة اللي حصلت من منذ تولي سيادة الرئيس من قناة السويس الجديدة، اللي هي يعني لو كانت الازمه دي كانت حصلت في القناه الجديده زي ما اشيع في اول الازمه، ما كانتش الازمه دي يعني ما كانت الامور كانت هتعدي من خلال مراورات لرجال قناه السويس اللي هم قادرين والحمد لله اثبتوا جدارتهم في القدره على معالجه الازمه. لكن هي المشكله ان هي الازمه دي حصلت في بدايه المدخل الجنوبي في السويس نفسها، يعني هي المشكله كلها جت في اللي هو القناه القديمه. يعني اعتقد ان الفتره الجايه هيبقى ليها حسابات جديده وهيكون ليها رؤيه جديده للتعامل مع، يعني هنقول في خطوات استباقيه اعتقد ان هي هتكون الحكومه اولى بيها ان شاء الله في الفتره القادمه باذن الله. نعم. ايضا يا فندم فكره السرعه كما نقول، سرعه التسيير والمحاولات، ويعني كما ذكرت حضرتك المحاولات بدات بالفعل في تعويم السفينه البنامية الجانحة، وفكرة سرعة أو يعني الكثير تحدث عن شهور وما إلى ذلك، ونرى أن العمل على قدم وساق لتسيير هذه السفينة. الأزمة كانت كبيرة جدا على فكرة، والناس يعني كانت في ناس بتبسط الموضوع، لا الأزمة كبيرة جدا، والحدث دوت ما حصلش قبل كده على مستوى العالم. يمكن احنا شاهدنا الشركه الهولنديه اللي تم استدعاها عن طريق الشركه المالكه للمركب اللي هي صاحبه الازمه، اشادت بالجهود المصريه واللي اظهرت كفاءه العامل المصري او المصري المواطن المصري في التعامل مع الازمه، وبرضه اظهرت المدى القدره اللي تمتلكها قناه السويس من معدات، سواء في اللي هي الاطراف او سواء في عمليات التكريك اللي هي اول مره يتم استخدامها في عمليه الانقاذ. فالامكانيات اللي عند قناه السويس اللي هي يعني اقول الامكانيات اللي موجوده عندها امكانيات لوجستيه عاليه جدا، امكانيات غير موجوده بالنسبه للقنوات المناظره اللي موجوده على مستوى العالم، يفوق عليها العنصر البشري المؤهل. يعني احنا العنصر البشري الناس القطرات اللي موجوده ديت موجوده من بدايه الازمه في قلب الميه، الناس دي ما بتروحش، الناس دي اللي قادره ان هي الحمد لله ان هي توصل يعني توصل بقناه السويس لبر الامان. اللي النهارده الحمد لله رجعنا تاني لقناه السويس في الخدمه، فعنصر بشري يعني هنقول ممتاز، كفاءه في التعامل، قدره في المعدات والتجهيزات الموجوده في قناه السويس اللي بتشمل كل يوم تحديث. يعني احنا شفنا قطرتين تم ضمهم امبارح الامس بس في لتكمله الطريق في معالجه الازمه، لسه جداد خالص لم يستخدموا. في تحديث كل يوم بيتم في قناه السويس ومعداتها، حاجه تحسب بصراحه للقياده السياسيه ولقيادات قناه السويس كلها. نعم. الدكتور محمد البهواشي الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا لك.
أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس اليوم الاثنين بدء تعويم سفينة الحيوانات البنوية الجانحة إيفر جيفن بنجاح بعد استجابة السفينة لمنورات الشد والقطر، حيث تم تعديل مسار السفينة بشكل ملحوظ بنسبة 80% وابتعاد مؤخر السفينة عن الشط بمسافة 102 متر بدلا 1.2 متر بدلا من 4 أمتار. ومن المقرر أن يتم استئناف المنورات مرة أخرى مع ارتفاع منسوب المياه إلى أقصى ارتفاع له في الفترة من 11:30 صباحا ليصل إلى 2 متر، بما يسمح بتعديل مسار السفينة بشكل كامل لتصبح بمنتصف المجرى الملاحي. ووجه الفريق ربيع رسالة طمأنة للمجتمع الملاحي الدولي باستئناف حركة الملاحة مرة أخرى في القناة بمجرد الانتهاء من تعويم السفينة بشكل كامل قريبا، وكذلك توجيهها للانتظار بمنطقة البحيرات لفحصها الفني. وأشاد رئيس هيئة برجال هيئة قناة السويس الأبطال الذين قاموا بهذا العمل العظيم، مثمنا جهودهم خلال الفترة الماضية وقيامهم بأداء واجبهم الوطني على أكمل وجه، مع ثقته الكاملة بإنجاز العمل بنسبة 100%. أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس اليوم الاثنين بدء تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة إيفر جيفن بنجاح بعد استجابة السفينة لمنورات الشد والقطر، حيث تم تعديل مسار السفينة بشكل ملحوظ بنسبة 80% وابتعاد مؤخر السفينة عن الشط بمسافة 102 متر بدلا من 4 أمتار. ومن المقرر أن يتم استئناف المنورات مرة أخرى مع ارتفاع منسوب المياه إلى أقصى ارتفاع له في الفترة من 11:30 صباحا ليصل إلى 2 متر، بما يسمح بتعديل مسار السفينة بشكل كامل لتصبح بمنتصف المجرى الملاحي. ووجه الفريق ربيع رسالة طمأنة للمجتمع الملاحي الدولي باستئناف حركة الملاحة مرة أخرى في القناة بمجرد الانتهاء من تعويم السفينة بشكل كامل قريبا، وتوجيهها للانتظار بمنطقة البحيرات لفحصها الفني. وأشاد رئيس الهيئة برجال هيئة قناة السويس الأبطال الذين قاموا بهذا العمل العظيم، مثمنا جهودهم خلال الفترة الماضية وقيامهم بأداء واجبهم الوطني على أكمل وجه، مع ثقته الكاملة بإنجاز العمل بنسبة 100%. وللمزيد من المتابعة انضم إلينا الدكتور عمرو سليمان أستاذ الاقتصاد الاقتصاد الدولي بجامعة حلوان. أهلا ومرحبا بك يا دكتور على إكسترا نيوز. صباح الخير يا فندم، وصباح السعادة لكل المصريين. صباح السعادة وصباح الخير للقيادة السياسية المصرية اللي كانت واثقة في رجالتها في هيئة قناة السويس، لأبطال هيئة قناة السويس اللي قادرين على التحدي اللي كفائتهم من أعلى الكفاءات الفلاحية في العالم. صباح الخير لكل مصري كان قلقان وزعلان ان شريان الحياه للعالم كان متوقف، واذا كنا رب ذره نافعه من غلق القناه فهي كيف ان اذا توقف شريان قناه السويس في مصر تألم له وتوقف حال العالم وارتفعت الاسعار وتغيرت الدنيا كلها. نعم، صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم، وإن شاء الله المصريين من إنجاز لإنجاز. طيب، لما نعلن يا فندم أو إعلان الفريق أسامة ربيع عن يعني إنجاز 80% من فكرة تعويم السفينة مرة أخرى، عائد بقى يعني حضرتك تتحدث عن ارتفاع الأسعار وما إلى ذلك، يعني ما هي ماذا يحدث الآن في الحركة الاقتصادية مع اكتمال 80%، وبالطبع إن شاء الله بالقريب العاجل مع تسيير حركة هذه السفينة؟ يعني احنا طبعا بنتكلم على ارتفاع في تكلفة النقل ما بين آسيا وأوروبا بشكل كبير جدا، وبالتالي ارتفاع
تكلفة لهذه البضائع، وبالتالي ارتفاع على في الأسعار المستهلكين. ويمكن من أهم السلع اللي ممكن نتكلم عليها هي البترول اللي تأثر بسبب الإغلاق المؤقت للقناة، وبالتالي مع عودة حركة الملاحة بنتكلم على عودة واستقرار لهذه الأسعار. بنتكلم أيضا على التقارير الدولية الكثيرة اللي اتكلمت على أهمية استخدام قناة السويس كممر ملاحي آمن بديلا عن رأس الرجاء الصالح، ويمكن شفنا كل التقارير الإخبارية وهي بتقارن ما بين التكاليف العبور من قناة السويس وتكاليف العبور من الممرات الملاحية الأخرى، وشفنا حتى التعليقات والانتقادات على حتى الأفكار اللي ممكن تكون موجودة في القطب الشمالي أو غيره، وليه قناة السويس أهم. وبالتالي احنا كمان بنتكلم على حاجة مهمة جدا وهو درس هام جدا لازم المصريين يعرفوه، فكرة التخطيط الاستراتيجي والتخطيط العلمي والاستثمار في المشروعات القومية الذي لا ينقطع. شفناه بوضوح جدا في قناة السويس، أما نتكلم على قطعة بحرية تنضم لأول مرة، أول مرة تدخل الخدمة في هذه الأزمة، ده معناه إن إحنا كنا بنطور الأسطول بتاعنا باستمرار، كنا بنطور قدراتنا باستمرار، وعارفين إن إحنا قد نتعرض لأزمات، حريصين على تطوير مستمر في مرفق هام جدا زي قناة السويس. قناة السويس بنتكلم على 5.5 مليار دولار بيتدفقوا إلى الاقتصاد المصري كل سنة، تتدفق بشكل يومي بلا انقطاع. بنتكلم على أهمية استراتيجية كبيرة جدا من الناحية السياسية لمصر وسط دول العالم. بنتكلم على أيضا 12% من حجم التبادل التجاري الدولي بيمر عبر القناة، ونستهدف نسبة أكبر. بالتالي لما عملنا التوسعة بتاعة القناة الجديدة، والناس اللي كانت بعض المشككين والمتربطين اللي كان بيسأل هو ليه القناة تكون مزدوجة وليه قناة جديدة وإيه المشكلة لما القناة شغالة هي زي ما هي، لا انت بتتكلم على استيعاب نوعية جديدة من الأفن، بتتكلم على تعامل استراتيجي مع مثل هذه الأزمات. وإن شاء الله ويا فندم يعني أكتر حاجة هتكون واضحة في هذا الموضوع عند تسيير الحركة بشكل مرة بشكل عادي مرة أخرى سيكون السرعة التي الكل يتحدث لماذا السرعة يعني وبما سيفيد سرعة إنجاز المسافة عبور قناة السويس مع قناة السويس الجديدة الآن مع الاصطفاف خارج قناة السويس أو قبل الدخول قبل هذه الأزمة. الآن السرعة ستفيد العالم كله بالطبع مع عودة الملاحة لطبيعتها. قناة السويس منذ تأميمها في وقت الرئيس جمال عبد الناصر وهي تعمل بكفاءة مصرية 100%، والخبرات الموجودة في هيئة قناة السويس من المصريين اللي مش بس بيسيروا العمل في القناة إنما عندهم رؤية استراتيجية للتطوير المستمر، أعمال التكريك في القناة وأعمال صيانة الممر الملاحي وأعمال التوسعات والتطوير التكنولوجي والدعم من خلال المعدات والأجهزة والقطع البحرية مستمرة دائما في قناة السويس، لأن السيادة السياسية المصرية مدركة تماما لأهمية القناة، خصوصا بقى وإحنا بنتكلم مش بس على قناة السويس كممر ملاحي، لا وإحنا بنتكلم على منطقة قناة السويس كإقليم اقتصادي هام جدا، منطقة الاقتصادية لقناة السويس واحد من المشروعات القومية الضخمة جدا المهمة للاقتصاد المصري خلال الفترة اللي جاية. بنتكلم على القناة بمفهومها الشامل، بنتكلم على مجموعة من المواني تم تطويرها، بنتكلم على مجموعة من الخدمات اللوجستية وخدمات تموين السفن والصيانة وغيرها، عندنا مجموعة من الأنشطة الاقتصادية اللي بيتم توطينها
على جانبي ضبط القناه وعزل من القيمه الاقتصاديه للقناه. يا دكتور يعني في هذه الجزئيه على وجه الخصوص ونحن يعني انقل لمشاهدينا الان هذه لقطات حيه لكاميرا اكسترا نيوز ل السفينة البنمية. دكتور يعني أضيف مع فكرة يعني الاستفادة من جانبي المجرى الملاحي، وجود الجراجات، وجود المتاجر، وجود سوق ما يعني ما نسعى إليه في تنمية قناة السويس الجديدة، أهمية في مثل هذه الأزمة يعني مع وجود عدد كبير من السفن أو الحاويات متواجدة في المنطقة قبل دخول خليج السويس وقناة السويس، يعني الاستفادة المستقبلية مع تطوير وتنمية المجرى الملاحية أو ضفافه وجانبيه. يعني طبعا الـ 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 الأنشطة اللي حضرتك أشرت عليها هي أنشطة هامة جدا، ولكن احنا كمان بنتكلم في مجموعة من الصناعات التكنولوجية والصناعات الثقيلة موجودة في المنطقة الاقتصادية، عندنا المنطقة الصناعية الروسية، عندنا التعاون المصري الصيني، عندنا جذب الاستثمارات الخليجية الموجودة. احنا كمان بنتحدث على حركة تصدير واستهداف مجموعة من الشركات العالمية في أنشطة مختلفة عشان تستغل المزايا اللي موجودة لمصر من خلال وجودها في الكوميسا، وبالتالي مصر هي بوابة لهذه الشركات للدخول إلى أفريقيا بمنتجات بجمارك منخفضة جدا. بنتكلم على القرب من أوروبا، بنتكلم على الأسواق في المنطقة العربية، وبالتالي إحنا بنتكلم على صناعات فيها القيمة المضافة المرتفعة جدا. عشان كده إحنا لما نيجي نتكلم على الأزمة أعتقد إنها أرسلت رسالة هامة جدا للداخل والخارج. إلى الداخل لازم يتأكد المواطن المصري ويثق إن قيادته السياسية اللي بتخطط وبتشتغل واللي عملت قناة جديدة وكان من أولوياتها في مشروعات التطوير التحديث وأولى المشروع أولى المشروعات القومية كان استثمار المصريين اللي ضخوا أكثر من 64 مليار في قناة السويس بصفتهم في أهمية هذا المجرى الملاحي وصفتهم في القيادة السياسية ليهم. جنبا إلى جنب بنتكلم على رسالة للخارج مهمة جدا. صحيح تعطل حركة التجارة لبضع أيام كان مؤثر سلبا على التجارة الدولية، إنما هو بيرسل بأهمية الموقع الجيوسياسي لمصر ويذكر الناس بالتداعيات الاقتصادية لمثل هذا الموقع. ويمكن احنا شفنا مع حرب 67 واغلاق القناة كيف التفت العرب الى كنز البترول، وكيف مع حرب 73 تحول هذا الى سلاح استراتيجي ثم تحول الى مصدر كبير جدا جدا للدخل وحرك الاسعار. اليوم في هذه الازمة المؤقتة اعتقد ان هناك الكثير من النجاحات التي يمكن نجنيها، خاصة ان خطط التطوير المستمر في قناة السويس لا تنقطع، وربما كان لولا هذه الأزمة كنت ستجد مجموعة من المشككين في أن هذه الاستثمارات الضخمة لا حاجة لنا بها. لما طيب أنا أعتقد دكتور إن طيب أنا آسف للمقاطعة، محاولات البعض بقى لذكر سيناريوهات يعني مثل مجرى ملاحي موازي وتغيير الحركة الملاحية لجهة أخرى وما إلى ذلك، يعني هل هذه يعني تجعل يعني التفكير في هذا الموضوع الاستفادة بشكل أكبر واستثمار كما تذكر حضرتك الآن الاستثمار بشكل أكبر وعدم الالتفات لكل المشككين؟ أفكار وجود ممرات بديلة لقناة السويس هي أفكار ليست بجديدة، ولكن في الحقيقة دراسات الجدوى الاقتصادية بتقول ان المنافسة صعبة جدا جدا مع قناة السويس، خصوصا ان احنا بنتكلم على دولة دائما بتهتم بهذا المرفق وتعطيه الأولوية، والتطوير في القناة مستمر. التطوير في القناة لم يتوقف منذ إعادة افتتاحها في السبعينات، وحتى الآن بنجد مشروعات دائمة للـ
الصيانة والتفكير للتوسع. لما كنا بنفكر في قناة السويس لم نكن نفكر بعدد السفن اللي بتمر. لا يا جماعة، الموضوع أكبر من كده بكتير. أنت بتتكلم على أن حركة التجارة العالمية فيها أحجام من السفن بقت جديدة مختلفة، لازم أنت تتعامل معها ومع التوسعات المستقبلية بتاعتها. وبالتالي طول ما الإدارة المصرية، حتى وإن كان هناك تفكير في طرق بديلة أو حتى مع إيجاد طرق بديلة، هنلاقي قناة السويس بتتوسع أكثر وأكثر، هنلاقي القناة فيها مجموعة من الخدمات أكبر بكثير من اللي موجود. طول ما المصريين بيشتغلوا بتخطيط علمي وبمجهود كبير وبدعم من قيادة واعية عندها رؤية، احنا قادرين على المنافسة بشكل كبير. وأنا أتوقع مع وجود الخطط التوسعية اللي موجودة لقناة السويس إن ربما بحلول 2030 يبقى عندنا 16% مش 12% من حجم التجارة العالمية يمر عبر قناة السويس، بغض النظر عن أي أفكار لمشاريع أخرى أو توسعات أخرى بديلة. ويمكن ده إذا كان له من منافع، له منافع إن احنا نفضل مركزين وصحيين لهذا المرفق ونتوسع فيه وندخ فيه مزيد من الاستثمارات، لأن بحسابات العائد والتكلفة احنا بنتكلم على أهم مشروع قومي وأهم استثمار لمستقبل المصريين، مش لينا بس إنما للأجيال اللي جاية. قناة السويس، المصريين اللي حفروا القناة بدمهم في عهد الخديوي إسماعيل هم أصحاب الفضل الأول في كل دولار بيدخل دلوقتي في 2021 بعد كل هذه السنوات. طيب. وأيضا طيب. دكتور عمرو، يعني دكتور عمرو آسف للمقاطعة، لكن يعني نحن الآن لدينا بيانات ويعني يعني مبشرة بالخير بفكرة إنجاز 80% من تعويم هذه السفينة. ونتحدث هنا يعني حضرتك ذكرت في أول المحادثة عن أن الأسعار تتغير في لحظة بسبب المجرى الملاحي شريان التجارة العالمية. الآن هل بالفعل من الممكن أن نجد تغيرات في الأسعار في البورصة العالمية، في أسعار البترول كما ذكرت، في أسعار سلع عديدة، ومع من المتوقع إن شاء الله مع التسيير 100%، يعني كيف يختلف، أو نشرح للناس كيف يختلف اقتصاديا في ليلة وضحاها؟ طيب، السلع الاستراتيجية زي البترول، وجود حالة من التشكك لو احنا مش عارفين القناة لا قدر الله قدامها اسبوع ولا اتنين ولا تلاتة علشان خاطر المجرى الملاحي المهم ده يتم، وبالتالي الناقلات البترول اللي بتفكر تغير مسارها، احنا بنتكلم على تكاليف مرتفعة، بنتكلم على تكلفة كمان لحالة عدم التأكد، بنتكلم كمان على وضع اقتصادي في بقية السلع متذبذب ومش مفهوم. بالتالي لما القناة نتكلم على إن شاء الله إعادة تشغيلها النهاردة أو بكرة بالكتير، احنا بنتكلم على اختفاء كل هذه العوامل، وبالتالي متوقع تغير في يمكن أسعار برميل النفط من 3 إلى 5 دولار إلى أسفل. بنتكلم في إعادة الحسابات للخطوط الملاحية وللسفن في تكاليف النقل إلى الوضع الطبيعي اللي كان عليه الوضع قبل وجود الأزمة. وبالتالي إحنا عندنا فرصة على الصعيد الدولي كمان، يمكن من خلال كفاءتنا بقى في إدارة الأزمة اللي شفناها خلال الأيام اللي فاتت. احنا شفنا من 3 أيام الهيئة كانت متوقعة ان يوم الاثنين عشان ظروف المد والجزر والعوامل الفنية والجهود اللي حصلت في التكريك وغيره، وبنشوف النهاردة يوم الاثنين الخبر. نعم. بنشوف الخبرات الأجنبية زي الشركة الهولندية لما جات بتتكلم على ان الجهود المصرية والخطة اللي اتعملت مش محتاجين فيها لتعديل ومصر اتبعت المسار الصحيح. ده بيزود ثقة
الخطوط الملاحية الدولية في التعامل مع قناة السويس. أعتقد إحنا والهيئة بالتأكيد والفريق أسامة شغالين على ده، محتاجين لخطط ترويجية مع الخطوط الملاحية لجذب مزيد من حركة السفن للقناة، وتقديم مجموعة من العروض التسويقية ليهم. نعم نعم دكتور. هم اللي جايين، مرور السفن وقوائم الانتظار دي انها تنتهي بشكل سريع جدا، هو يعكس هذه الكفاءة ان شاء الله. بالتأكيد دكتور عمرو سليمان استاذ الاقتصاد الدولي بجامعة حلوان، شكرا جزيلا لك. يعني كما اكد الفريق أسامة ربيع يعني في تصريحات تلفزيونية أن الدولة بتضافر الأجهزة كلها تعاملت لتعويم هذه السفينة الجانحة، وتحدث الفريق أسامة ربيع عن مشاركة 9 قاطرات مصرية وواحدة هولندية فقط، وفكرة أو أزمة هذه السفينة البنامية الجانحة أثبتت كفاءة المهندسين المصريين في التعامل مع الأزمة. وأكد الفريق أسامة ربيع مع تعويم هذه السفينة البنامية سيتم عودة الحركة الملاحية مرة أخرى بشكل طبيعي مباشرة في قناة السويس. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا اللواء بحري عصام الدين بديوي الأمين العام لاتحاد الموانئ العربية البحرية. بنرحب بحضرتك يا فندم على إكسترا نيوز. أهلا بحضرتك، أهلا بيك. أهلا وسهلا بحضرتك. يعني يتحدث الآن الفريق أسامة ربيع عن كفاءة المهندسين المصريين، وأيضا تحدث يا فندم في الأيام الماضية وتحدثت العديد من الدول للمحاولة للمشاركة في تعويم هذه السفينة، لكن الآن يتحدث الفريق أسامة ربيع عن مشاركة 10 قاطرات لمحاولة التعويم، منها 9 قاطرات مصرية وقاطرة واحدة هولندية استدعتها الهيئة. أهمية هذا الموضوع ودلالته في كفاءة وتعامل المصريين في هذه الأزمة. اولا تسمح لي بس من خلال الاكسترا نيوز ان انا ابلغ تحياتي وشكري لسعاده الفريق اسامه ربيع الحقيقه على على ادارته لعمليات الازمه يعني، والرجاله بتوعه اللي انا يعني كنت قريب منهم الحقيقه طول الفتره اللي فاتت، اللي قعدوا اهو احنا داخلين في اليوم السابع 7 ايام جنب السفينه بيحاولوا ان هم فعلا يطلعوها لحد ما نجحوا، فالف مبروك وربنا استجاب لهم ولجهودهم الحمد لله. الحمد لله. الحقيقه طبعا حاجه فخر كبير جدا، احنا كنا بنشتغل بالاطراف بتاعتنا فعلا عدا خاطره واحده جات لنا من البحر الاحمر دخلت من السويس وساعدت الحقيقه برضو. ليه؟ لان احنا كنا بقى عندنا دلوقتي زي ما بيقولوا يعني قوة شد زيادة، احنا كنا قوة الشد بتاعتنا كانت يمكن لسه ما وصلتش لأكبر للقصوى بتاعتها، فبوصول الكراكة اللي هي جت الحقيقة الهولندي فبقينا عندنا قوة شد زائدة، بالإضافة لطبعا الحمد لله عمليات التكريك المتواصلة اللي تمت تحت مقدم السفينة، بالإضافة الحمد لله العوامل الطبيعية اللي هو ان احنا كنا في فتره الفول مون او ان هي يعني اقصمت الحقيقه، فكان يعني كل العوامل دي الحمد لله نجحت. ولو حضرتك تتذكر ان انا من خلال مداخلتي مع حضراتكم كنت متفائل وقلت لحضرتك، وكنت بنقل التفاؤل ده منين؟ من العاملين في الموقع اللي هم كانوا حول السفينه، الحقيقه كانت روحهم معنويه عاليه جدا وكانوا في منتهى التفاؤل. نعم. وطبعا لان انا من البيت فانا واثق في قدراتهم وفي كفاءتهم وعارف ايه اللي يقدروا يعملوه الحقيقه. فالحمد لله والف مبروك لهم والف مبروك لمصر وللعالم كله الحقيقه اللي هو بيشوف حضراتكم دلوقتي ويعني سعيد لان دي انفراجه كبيره جدا. نعم. سياده اللواء يعني استاذن حضرتك ووجود حضرتك معانا لدقائق لان مراسلنا مراسل اكسترا نيوز موجود في الموقع الآن يعني لينقل لنا الصورة أكثر من هناك.
فيعني ننتقل إلى مراسل إكسترا نيوز للتعرف على مزيد أو نقل الصورة بشكل أكبر من موقع السفينة البنمية في قناة السويس. محمد عبد الرازق. أحمد عبد الرازق، هل تسمعنا؟ صباح الخير محمود، تحياتي لك ولضيفك الكريم. من المحتمل أن تستأنف حركة الملاحة في قناة السويس بعد ظهر اليوم بحسب تصريح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بعد أن نجحت محاولات تعويم الإيفر جيفن الجنحة في المدخل الجنوبي لقناة السويس. اسمح لنا محمود، يعني إذا كانت هذه الصورة جيدة نحن نستطيع أن نسمع أصوات محركات القاطرات وأوناش التكريك من هذا الموقع. بالفعل يعني نجحت هذه المحاولات التي استمرت على مدار الساعة ولمدة 6 أيام بدون توقف، وكان كل يوم يدخل إلى هذه العملية معدات جديدة. مساء الأمس دخلت قاطرتين جديدتين، فضلا عن يعني كان هذا مساء الأمس، ولكن بالليل أيضا في يعني أول الصباح كانت قاطرة جديدة، القاطرة APL جارد أيضا أضيفت، الهولندية أضيفت إلى مجموعة القاطرات. لذلك كما كانت عملية القطر تتم كما شرح الفريق أسامة ربيع من اتجاهي الشمال والجنوب بكل هذه القاطرات، ما هذا ما ساعد على عملية خلخلة وبدء تعويم السفينة الجانحة. وبالفعل أيضا كانت عمليات التكريك، وهي كانت السيناريو الأول المطروح، من العوامل الأساسية التي أنجحت هذه العملية. كان يتم تنفيذ السيناريوهين معا في نفس الوقت، السيناريو الخاص بالتكريك والسيناريو الخاص بالقطر. يعني كل هذا المجهود هو الذي أسفر بالفعل عن هذه الانفراج التي نتحدث عنها، والتي يعني كما صرح الفريق أسامة ربيع أنه من المحتمل أن يتم استئناف حركة الملاحة في قناة السويس بعد ظهر اليوم بعد أن يتم تعويم السفينة بشكل كامل. يعني تم استغلال أيضا موجة المادة التي وصلت لأقصى مدى لها مساء الأمس، والتي ساعدت بالفعل على عمليات التكريك والقطر، لذلك سهل الأمر عملية خلخلة وبالتالي تعويم السفينة. وبالفعل كانت هيئة قناة السويس منذ أحمد يعني عفوا للمقاطعة، يعني بعض الصور بدأت بالتداول لصور الأقمار الصناعية انعدال أو يعني تعديل وضع بشكل قليل وضع للسفينة، هل هذا يظهر جليا في الموقع؟ أو يعني أنا أعلم أنك بعيد قليلا، لكن يعني الجميع يتحدث عن تعديل بعض طفيف للمسار وظاهر في بعض الأقمار الصناعية. بالفعل محمود ربما لا يظهر من خلال الكاميرا، لا يسمح لنا موقعنا بالاقتراب أكثر من موقع السفينة إلى هذا الحد الذي نستطيع أن نرصدها كما يرصدها القمر الصناعي، ولكن بالفعل يعني رصدنا هذا بأعيننا من المكان، كنا شاهدين على فعل يعني تعدل مسار السفينة قليلا وفي بداية عملية التعويم، وأسفرت هذه الجهود التي تبذل منذ 6 أيام عن هذه الانفراج التي نتحدث عنها. وربما كان تصريح الفريق أسامة ربيع بإمكانية استئناف الملاحة في قناة السويس بعد ظهر اليوم هو أكبر دليل يعني على أن السفينة بدأت تأخذ مسارها السليم أو تتموضع في موقعها السليم. يعني هذا ما أشاهده حتى هذه اللحظة أو ما نستطيع أن نرصده حتى هذه اللحظة محمود. يعني وذكرنا أنه تم الاستعانة بقاطرتين جديدتين، هما القاطرة مصطفى محمود وعبد الحميد يوسف، الذين أدخل للخدمة أول مرة كان بدأ عملهما مساء أمس ربما نحو الساعة 6 ونحو الساعة 12 مساء، نحو الساعة واحدة في بداية الساعات الأولى من الصباح دخلت القاطرة الجديدة APL الجارد الهولندية التي تقوم لا قوة شد تصل ل 270 طن. كل هذه العوامل بالفعل ساعدت في تحريك السفينة من موقعها الذي رست فيه أو جنحت إليه منذ 6 أيام. يعني ربما خلال ساعات قليلة يخرج مؤتمر صحفي أو يقام مؤتمر صحفي لعرض تفاصيل أو مستجدات الأمور
الأمور. نعم، الزميل أحمد عبد الرازق مراسل إكسترا نيوز، شكرا جزيلا لك على نقل الصورة، وبالطبع سنكون على تواصل معك على مدار اليوم. شكرا جزيلا لك، ونترككم مشاهدينا الكرام مع هذه اللقطات الحية لوضع السفينة البنامية الموجودة الجانحة في قناة السويس، ومستمرين في التغطية المستمرة، وتستمر التغطية مع الزميلة إيمان حويزي بعد قليل.